السلام عليكم، معكم مصطفى. الدرس العاشر، نكمل في شرح منهاج اسطنبول المستوى آيكي. دين لما استماع يدي أشادكي ديالو ديالوغ حوار تحولت لقالغة و بالارتماع علامة تحديد. دين لا فعل استماع يا حماية قاين نشترما إلم لحق صيغة الطلب لنحن لنستمع الحوار الذي في الأسفل. Boşlukları dolduralım. لنملأ الفراغات. علامة المفعول به. لنملأ الفراغات. الملأ وقع على الفراغات. تعطيل بلان. تعطيل عطلة. بلان خطة. مضاف خطة عطلية يعني خطة خاصة بالعطلة. ننتقل لنص الدين لما. نص الدين لما بير يعني الوحدة الأولى با القسم با. صيفة الصفحة 15 الصفحة 15 هاندا جلجك آي جلجك آي الشهر القادم الشهر الذي سيأتي يعني الشهر القادم تعطيل عطلة الآئلة إلى العطلة تشك يوروز تشك فعل الخروج يور تصير زمن حاضر أوز نحن نخرج إلى العطلة رح نخرج kızlar البنات kızlar بنات biliyorsunuz هل تعلمون nereye gidelim إلى أي مكان gidelim لنذهب gözde ben uzun zamandır uzun طويل zaman طويل zamandır منذ زمن طويل كابادوكيا منطقة مكان في تركيا يا حماية بالارتماء görmek مصدر فعل الرؤية istiyorum أريد أن أرى كابادوكيا منذ زمن طويل bence برأيي أرايا إلى ذاك المكان gidelim لنذهب جانان كابادوكيا يازن صيفا في فصل الصيف صيفا هذا ظرف صيفا çok كتير sıcak حارة oluyor تصبح حارة كثيرا صيفا و وأرادة في ذاك المكان دينيز يوك غير موجود دينيز بحر في ذاك المكان أنطاليا يا أنطاليا يا إلى أنطاليا جدلم لنذهب إلى أنطاليا زينب أنطاليا دا أيضا çok kalabalık مزدحمة كثيرا بنجا برأيي güzel bir Karadeniz güzel صفة Karadeniz turu تور جولة ومضاف جولة بالبحر الأسود ناحماي الآئلة تشكالم لنخرج إلى جولة بالبحر الأسود جميلة هاندا أرالاري تلك الأماكن çok merak etmiyorum ما أعمل فضول ما أعمل لهم لهذيك الأماكن ما أعمل لتلك الأماكن إيه مفعول به للفعل أت ما أعمل فضول لهذيك المناطق لهذيك الأماكن آتشك شاس يعني بكل وضوح آتشك شاس يعني مثل نحن لما نقول بصراحة يعني مثلا هون شو قالت هاندا أنا ما بعمل فضول لتلك الأماكن بصراحة آتشك شاس تمام بشكل واضح بصراحة بانجا برأيي أن إيسي أحسنها أفضلها أن هي الأفضلية مقارنة الأفضلية إيه أن إيه الأحسن الساحمة والإي مضاف ملكية لأنون أكوسها أحسنها إزميرا إلى إزمير جدال لنذهب إلى إزمير أنجا أولا كوش أدس ناحمة والضافي في
كوش أضاس كوش ذاتا تعني الطير، أضا جزيرة، جزيرة الطيور، هذا اسم جزيرة. في جزيرة كوش أضاس دنيزة إلى البحر جيرهلم، لندخل إلى البحر. صنرا ثم إفس، كمان هذا اسم خاص مكان الإي مفعول به، و أفروديسياس مفعول به جزلم لنجول، نجول هالموقعين. صن إكي جون، صن إكي جون آخر يومين، ده أيضا بالك أسير، بالك أسيرة إلى بالك أسير جندا أداسنا جدلم، لنذهب إلى جندا أداس، كمان اسم خاص، لاحظ حرف الجا كبيرة، حرف الآ كبيرة، إلى جزيرة جندا، وين هي؟ إلى بالك أسير. أراس، أراس ذاك المكان، أولدوكشا بكثرة، ساكن هادي، وخزرلو آمن بير يار، مكان آمن وهادي بكثرة. جوزدا بنجا برأيي هاركة بير فكر، فكرة خارقة. جانان او زمان اذن، او زمان اذن اولدن سونرا بعد من الظهر، تعطيل عطلة ايتشن من اجل الش فيريش يابلم، لنعمل تسوق من اجل العطلة بعد من الظهر. هايدي كزلار يلا هيا بنات همان عالسريع، هازر لن فعل التجهز، ألم صيغة طلبية، لنتجهز فورا عالسريع. تمام، انتهى نص الدلمة. بعد ما استمعنا النص نعبي الفراغات اللي موجودة هون بالنص، بس نعمل مقارنة بين النصين. سكيز 8 متي النص هون بين التاء والناس في اي سقط، الآئلة قراب النسبة بالنسبة الى النص. كيم منا من مين نرايا الى اي مكان، جيت ماك استيور يريد الذهاب الى اي مكان، مين والى اي مكان يريد الذهاب، ايش الاشتراضم لنوصل. هاندا، هاندا بدها تروح على ازمير، جوندا اداس جزيرة جوندا. جوزدا، جوزدا تريد تروح على كابادوكيا. جانان، جانان تريد تروح على انطاليا. زينب بدها تعمل جولة في البحر الأسود، كارادينيس على البحر الأسود. دقوز سيز أنتم تركيا، دا في تركيا، نرى لري أي الأماكن باليورسونوس، أنتم تعلمون أي الأماكن في تركيا، هذا الإيهون مفعول به من الفعل بيل، تعلمون أي الأماكن في تركيا. تعطيل إيتشن من أجل العطلة، استكبي إلى مع صيغة الطلب، صيغة الطلب أناري لار اقتراحات، أناري اقتراح، لار جمع يظلم، لنكتب اقتراحات. طيب النص، النص الدلمة اللي نحن قرأناه قبل شوي شو تضمن؟ تضمن أربع أشخاص، هدول البنات الأربعة اقترحوا أماكن في تركيا، اقترحوا أماكن في تركيا، ولما اقترحوا استخدموا صيغة الطلب. نحن على نفس الوزن نقدر هون نكتب نفس الأمر. يازما، يازما كتابة، أون عشرة، هب بيرلكتا دنيا ترونا تشغيروز، نخرج إلى جولة عالمية سوية جميعا، هب بيرلكتا الجميع سوية، نرى لراجدل لنذهب إلى أي الأماكن، نلار يبلم لنعمل شو الأشياء المساوية، أناري لار اقتراحاتنا هي مثل حق ملكية اللي بلغنا، يظلم لنكتب اقتراحاتنا. نفس الأمر ما بنقدر نحن نكتب حتى
نراجع النصوص اللي مرت في القسم ب بالتفصيل، نص الدلمة ونص القراءة. كونوش ما محادثة أركضاش لرمزلا مع أصدقائنا جروب مجموعة أولوش ترالم لنكون لنشكل مجموعة مع أصدقائنا. بيركيشي شخص ما جارسون ديغار كيشيلار الأشخاص الآخرين مشتري أولسون ليكونوا زبائن ليكون زبون. هاي أول أصبح أولسون أمر لهو ليكون ليصبح زبون. مين الأشخاص الآخرين؟ يعني شخص جارسون والأشخاص الثانيين زبائن. بير ديالوج يظلم لنكتب حوار ما. كيف بنكتب حوار بين زبون وبين جارسون وزبائن؟ نص الأكما اللي في بداية القسم باء ها هون هو عبارة عن حوار بين الجارسون وشخصي. خلينا نكتب على نفس الوزن، نعمل محادثة على نفس وزن نص الأكما. لهون انتهى درسنا أصدقائي. أي استفسار تقدروا تكتبوا بالتعليقات، أي ملاحظة متعلقة بالتقنية أو بالدرس تقدروا كمان تكتبوها بالتعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ملاحظة صغيرة، القسم بعد ما ينتهي، هلا انتهى القسم باء، الآن تقدروا كرمال يتعزز أكثر القسم باء تتابعوا القسم باء من قائمة تشغيل شالشما كتاب التمارين. تمام، خلصوا بعد ما خلصنا للقسم باء من كتاب الدروس، أيضا تابعوا دروس شالشما التمارين من كتاب شالشما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.